إذن متابعينا الأوفياء، أنا مرحبا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من أحد الأسواق الشعبية. أول حاجة صباح الخير عليكم، أول حاجة صباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا. كنتمنى لكم بداية يوم موفق إن شاء الله، وتستمتعوا بآخر يوم في الأسبوع اللي كامل تكون راحة عند أغلبية الناس. بطبيعة الحال في هذا اليوم هذا بزاف الناس وبزاف المغاربة كيبغيو يخرجوا يتقداو وتقاليد ديال السيمانه، يعني كيفضل انه يتقدم على الحد باش يقدر يعيش سيمانه كامله، حيت عنده ستريس الخدمه، عنده مشاغل ديالو، ما كيتفرجش انه يمشي للسوق. وهذه فرصه ان الناس يعرفوا اشنو وقع في السوق، سيتو الاسواق الشعبيه، يعني ارتفاع ملحوظ الاثمنه ديال الخضروات في الاسواق الشعبيه. يعني الخضره اللي ولات كتوصل حتى 800 درهم حتى 5 درهم، فيحسن عوان الدولي الصراحة. يعني كلشي تقريبا غلا، أكيد هادشي باين حيت حنا على قرابة العيد الكبير اللي كنعرفو فيه الأطباق. حنا قريب العيد الكبير، العيد اللي كلشي كيتزاد فيه، غلا الديزل كيغلا، أي حاجة كتغلا، بحكم أن العيد معروف أنه الحولين الناس كيبغيو يطيبوه، مرة الطاجين، مرة الكوكوط، مرة يبخروا، مرة يعني كيحتاجوا الخضروات، سيرتو الفلفلة اللي واصلة دابا من وصلة 100 درهم الكيلو. يعني الفلفلة 100 درهم، والبصلة كذلك اللي واصلة 6 درهم الكيلو، الفلكوس اللي غالي، الفجل، يعني الدجال تا هو 100 ريال، خيزو 120، الباربة 100 ريال، الخيار 120، البطاطا 120 ريال. يعني كاين شوية الغلا في الاسواق الشعبيه، ولكن بشرط انها كاينه الطراوه، يعني هادشي تنقول لكم، يعني الكاليتي تبارك الله كاينه، غير هو الغلا اللي شويه طالع في الثمن. يعني هاد الارتفاع الملحوظ في الاسعار اكيد راه باين بسبب ان العيد قريب، وان الناس كيكثر الطلب على الخضره، فطبيعي هذاك يطلع الثمن. يعني حنا كنتواجدوا حاليا في السوق الشعبي في المدينه القديمه، فرصة للناس كما قلت لكم انهم يشوفوا شنو الواقع في السوق. يعني الخضرة راه موجودة، راه كاينة، ولكن الثمن شوية غالي. يعني اللوبيا موجودة، القرعة موجودة، الباربة موجودة، البصلة موجودة، الفلفلة موجودة، السلاوي موجود، مازال الطواجن، الخيزو موجود، الدجاج، البطاطا الحمراء هي موجودة اللي دايرة 5 درهم الكيلو، كاع طيبين، يعني كل شيء موجود تقريبا، ولكن راه شكل شويه تاع اللهم شوف هادشي غير ديال الصباح اللي كيجي من المارشي اللي كيتحط. نتمنى اللي مناسبة للبعض وغير مناسبة للدراوش، كما تنقولوا بلي كتشوف أن الفلفلة وصلت 100 درهم، البصلة وصلت 6 دراهم، السلاوي وصلت 6 دراهم، الخيار 7 دراهم، الدجاج 5 دراهم، خيزو 6 دراهم، الباربة 5 دراهم، البطاطا دايرة 6 دراهم، البطاطا الحمراء دايرة 6 دراهم، الحامض دايرة 7 دراهم، 8 دراهم، اللوبيا دايرة 5 دراهم، يعني القرعة دايرة 4 دراهم. يعني كاين واحد ارتفاع في الأجمع. أتمنى عفوا. هذه الأجواء ولا هذه الأثمنة اللي كاينه في السوق الشعبي، يعني الخضرة موجودة، يعني كلشي تقريبا موجود، ولكن غير الجمال اللي طالع شوية يوم الاحد نهايه الاسبوع. وهذا الضيف هذا بين لكم شنو كاين، الناس يبغوا يتقداو، سوق المعيز في المدينه القديمه راه موجود في الخير تبارك الله، وسوق شعبي، واغلبيه الناس مع الحد كيبغوا يتقدم الاسواق الشعبيه. سيدنا المشاهدين الكرام، كنوصلوا لنهايه البث ديالنا، شكرا على حسن المتابعه ديالكم، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله مع موضوع اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.